حجم الدمار الكبير الذي خلفه زلزال وتسونامي اليابان بدأت تتكشف معالمه بعد أيام قليلة من حدوث الكارثة التي خلفت دمارا هائلا وحصدت أرواح ما لا يقل عن 10,000 قتيل. وللمزيد من التفاصيل عن حجم كارثة اليابان يتحدث إلينا موفد قناة يورو نيوز إلى اليابان كريس كيمينز. بعد أسبوعين على كارثة التسونامي المدمرة يحاول سكان تسوجي جو يائسين استرجاع حياتهم الطبيعية. إنها من أكثر المناطق المتضررة من الهزة الأرضية والتسونامي. بحلول الليل يمكث المشردون مع أصدقائهم أو في مراكز الإيواء، ومع بدء اليوم التالي يعودون إلى بيوتهم، يبدأون العمل المضني، يتجمعون مع بعضهم لإعادة ممتلكاتهم. إنهم يحاولون تنظيم الفوضى التي تحيط بهم. إنهم يحققون تقدما ويتمتعون بروح جماعية، وهم عازمون على النجاح.